مع اشتداد حرارة الصيف وإمكان تأثيرها في صحة الإنسان سلبا، يؤكد خبراء التغذية أن تناول أطعمة صحية يسهم في التخفيف من حرارة أجسامهم وتعزيز طاقتهم ومدهم بالنشاط. خبراء التغذية ينصحون بتناول الأطعمة الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للتخلص من الإنهاك والتعب والخمول الذي يسببه فصل الصيف. معنا في الاستوديو خبيرة التغذية دكتورة يارا رضوان. دكتورة يارا، اهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية مرة جديدة. صباح دكتورة، بدنا نبدا بالاغذية اللي او الاطعمة اللي بتخلينا نشعر بالفعل بالجفاف والعطش حتى بعدين نعرف كيف نعالجها باطعمة ثانية. صح. هلا موضوع التجفاف والترطيب الجسم هو موضوع كثير مهم، خصوصا هلا باشهر الصيف الحارة. جسمنا متكون من 70% من المي، فهذا شيء كثير مهم ان احنا نحافظ على الترطيب. في عنا بعض الاطعمه والمشروبات اللي هي ممكن تساهم بالتجفاف الجسم اكثر. بدي اذكر منها الاطعمه المالحه اللي كلنا بنعرفها، مثل مثلا الاطعمه المعلبه او الجاهزه، المأكولات السريعه، اللحوم المصنعه، كلها فيها كميات عاليه كثير من الملح، وهذا الشيء بيؤدي لتجفاف الجسم اكثر. بصير الجسم بده مي اكثر ليتخلص من الصوديوم الزائد بالجسم. بالاضافه للاطعمه المالحه، في عندنا الاطعمه اللي فيها كثير سكر، فاي شيء مثل المشروبات مثلا الغازيه، المشروبات السكريه، العصائر اللي فيها سكر كثير، كلها بنفس مبدا الملح بتسبب انه الجسم بده كميات كبيره من المي. هذا مفهوم خاطئ الناس كثير، حتى انا يعني ما كنت اعرف انه المفروض انها بتروي، ما بتخلينا نعطش. صح. الناس احيانا بيحسوا بالعطش بياخذوا مثلا مشروب سكري، بس بعد فتره بتحس انه بدك مي اكثر، لانه الجسم بده مي اكثر ليتخلص من السكر الزائد. فاذا هي عندنا الملح وعندنا السكر. في عندنا الكافيين يلي موجود طبعا بالقهوه وبالشاي، ولكن هو كمان موجود بالمشروبات الغازيه وبمشروبات الطاقه. فهون احنا صار في عنا عنصرين يلي هن السكر والكافيين، مدر للبول، موجودين، هو مدر للبول وموجودين بالمشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه. هذا الشيء بفاقم انه هن قد بيعملوا تجفاف، يعني صار في عنا عاملين مع بعضهم. فبدنا ننتبه كثير خلال اشهر الصيف انه نخفف قد ما بنقدر من هي المشروبات. نقطه ثانيه هي الدايت اللي هي هاي بروتين او العالي كثير بالبروتين، يلي بنقصوا نسبة النشويات كتير وبيرفعوا نسبة البروتين اللحوم. كمان الجسم بيحتاج كمية كبيرة من المي لاستقلاب وهضم البروتين. كمان بتأثر على عمل الكلى. أنا صح، بيحط حمل زائد على الكلى لحتى يتخلص من النيتروجين يلي هو من عوامل يعني مخلفات استقلاب البروتين. طب وما هي الأطعمة يعني اللي بتنصحوا بتناولها لترطيب الجسم؟ يعني كما تابعنا هنالك عدة أطعمة مع الزميلة سلام في تقريرها. صح. هلا بشكل رئيسي هي الخضروات والفواكه. اغلب الخضروات والفواكه بتحتوي على نسبه كثير عاليه من المي، ممكن توصل لاكثر من 90%. فبدي اذكر مثلا البطيخ هو على راس قائمه الفواكه، فيه تقريبا 92% منه مي او 93%، فاغلبه هو مي، زائد انه بيجي معه المعادن والفيتامينات المفيده، مثل في عندنا فيتامين سي، فيتامين اي، فيه ماده اسمها اللايكوبين يلي هي مضاده للاكسده، قوي جدا، ممكن يحمي من سرطانات البروستات والثدي، ممكن يحافظ على صحه القلب. في عندنا غير انه طيب وهو بارد، وطيب ومنعش كثير. الخيار طبعا هو على راس قائمه الخضروات، فتقريبا 96% من الخيار مكونه هو مي. اغلب الخضروات فينا نقول اللي هي بتدخل بتركيب السلطه، يعني فينا نقول الخس، البندوره او الطماطم، الفليفله بكل انواعها وكل الوانها، الفجل، الكرفس، الفواكه
كل أنواعها، وهلأ بالصيف في عنا صار كتير أنواع مختلفة من الفواكه، فإذا نحن نلجأ للخضرة والفواكه كتير، زائد السوائل اللي هي المي، فينا نحسب الحليب بيدخل إذا واحد مثلا بياخد كاسة أو كاستين حليب باليوم، في عنا اللبن. اللبن تقريبا 85% منه او اكثر هو مي، زائد حتى يجب الحفاظ على مصل اللبن لانه في بعض الاشخاص يقومون برميه. صح مزبوط. زائد ان البكتيريا المفيده اللي هي الخمائر المفيده موجوده بالمصل، فبدنا ننتبه انه ما نكب المي تبع اللبن. اكيد اذا مددناها بمي وحطينا معه خيار، هي بتكون طريقه لترطيب الجسم كثير مفيده اذا كان بارد اكلنا. طب ما بتسبب اي مشاكل هضميه ازدياد استهلاك الفواكه بالصيف دكتور؟ صح. هلا في بعض الاشخاص ممكن يتضايقوا على الفركتوز اللي هو سكر الفواكه، ما يقدروا يهضموه بشكل كامل، فممكن يسبب لهم نفخه، اضطرابات هضميه، ولكن احنا عم نحكي على كميات كبيره، يعني لما الشخص يتناول كميات كبيره من الفواكه بوجبه واحده، واذا كان جسمه ما بيقدر يهضم الفركتوز بشكل كامل، وقتها بصير في عنا بعض الاعراض الهضميه، اللي هي نسبه معينه من الاشخاص، مو كل الاشخاص. الطريقه لحتى نتفادى هذا الشيء انه نحن نقسم اخذنا للفواكه يعني وجبتين او ثلاث وجبات، يعني نحن بننصح دائما انه الفواكه ناخذ بين الحصتين لثلاث حصص باليوم، الحصه شو هي؟ مثل مثلا التفاح اللي حجمه متوسط، او الدراقي اللي حجمه متوسط، او نص كوب من الفواكه المقطعه، فنحن بنوزع مثلا فينا ناخذها كسناك بين الفطور والغداء، بعدين سناك ثانيه بين الغداء والعشاء، ممكن ناخذ قطعه فواكه مع الفطور. بهي الطريقه بنتفادى التلبكات الهضميه او النفخه اللي ممكن تصير عند بعض الاشخاص بعد تناول كميه كبيره من الفواكه. يعني ايضا على ما اظن هنالك كميه كبيره من الالياف في الفاكهه والخضار، بعض الاشخاص يعانون ايضا من اضطرابات هضميه واسهال، هل يمكن تدارك ايضا هذه المشكله؟ يعني يمكن تفوت بمشكله اكبر مع الجفاف. مزبوط. هلا توزيع الوجبات هي اهم شيء، انه نحن ما ناخذ كميه كبيره على وجبه واحده. بشكل رئيسي هي الفواكه لانه بيجي مع السكر زائد الالياف، وهذا الشيء بعض الاشخاص بيلاقوا صعوبه بهضمه. الخضار لدرجه اقل، الا الخضار اللي هي مثل اللي فيها الكبريتيه، مثل فينا نقول الملفوف او البروكولي، هدول ممكن يسببوا بعض الاضطرابات الهضميه او النفخه لبعض الاشخاص. هلا دائما الكميات هي بتلعب دور، فنحن نقسم ما ناخذ بوجبه واحده كميه كبيره. اذا الشخص لقى انه هو عم يضل يتضايق، يترك يكتب يسجل فود دايري بنسميها، او المذكره الغذائيه، ويراقب ليعرف تماما شو هو الشيء اللي عم يسبب له. احيانا نوع معين بيكون عم يسبب له اكثر من نوع ثاني، وقتها بنقدر نخفف شوي منه. واليوم في تطبيقات خلت الموضوع كثير اسهل، موجوده على الهواتف الذكيه، بكل متاجر الهواتف الذكيه فيك تسجل كل شيء، وبيعطيك بالضبط كم كالوري. مزبوط. في كل قطعة أنت بتحتاج أنك تأكلها، بتدخل بس وزنها بعتقد. دكتورة، طيب بعد كل هذا الكلام، أهمية المي بالنسبة للجسم وتحديدا بالصيف، وهلا حر كتير دكتورة، هل المي الزائد بتشكل عبء كمان على الجسم؟ هلا أخذ المي، أخذ كمية كافية من المي هو شيء بغاية الأهمية. هلا أخذ كمية كتير أكتر ممكن انه تسبب عنا مشاكل، ولكن هذا الشيء كثير نادر بنشوفه عند الرياضيين مثلا يلي بيتناولوا خلال فتره قصيره كميه كثير كبيره من المي. فنحن بشكل عام عم نعاني بالعالم من نقص اخذنا للمي، يعني بشكل عام في نسبه كثير كبيره من الناس هن داخلين بمرحله تجفاف خفيف مزمن. يعني الناس بيهملوا شوي المي مع انه هي من اهم العناصر الغذائيه للجسم. التجفاف، العلامات من تجفاف الجسم يلي هي لسه خفيفة بس مزمنة، ممكن تتظاهر بأعراض التعب، أعراض الصداع، كمان ممكن تتظاهر بزيادة الشهية لبعض المأكولات. الجسم أحيانا بيخلط بين شعور الجوع وشعور العطش، فأحيانا الشخص بحس حاله هو ما نو فيزيكلي، يعني ما عنده جوع فيزيولوجي، ولكن هو مشتهي يأكل من أطعمة مثلا سكرية أو نشوية، ممكن إذا أخذ مي يروح هذا الشعور، أو مسميه الكريفينج، الفود كريفينج. هلا في دراسه كثير حلوه طلعت بالولايات المتحده بسنه 2010، اظهرت انه الاشخاص اللي كانوا عم يتناولوا كوبين كاستين من المي قبل وجبات الطعام، يعني نص لتر، خلال 12 اسبوع نزل وزنهم 2 كيلو مقارنه مع الاشخاص اللي ما كانوا عم ياخذوا المي. فهذا بيورجينا اهميه المي، انه هي كمان بتعبي المعده، بتعطينا شعور الامتلاء، بتساعد على تخفيف السعرات الحراريه اللي نحن ممكن ناخذها بالوجبه الواحده. الدراسه اظهرت انه نزلت استهلاكه للسعرات الحراريه 40 كالوري.
يعني استهلاكنا للمي هو شيء كثير مهم. 8 كاسات من المي هو الشيء المنصوح فيه بشكل عام. وللأطفال؟ هلا للأطفال في عنا من عمر 4 ل 8 سنين بنقول تقريبا 5 اكواب، من عمر 9 ل 13 سنه بنقول تقريبا 7 اكواب يلي هي تقريبا لتر ونص، فوق ال 13 سنه بندخل بنصير 8 ل 10 كاسات يلي هي النسبه المنصوح فيها للاشخاص البالغين بشكل عام. عند عند النساء الحوامل او المرضعات بنحتاج لاكثر شوي، خصوصا عند المرضعات بنحتاج انه نعوض كميه السوائل اكثر، فبنقول تقريبا 12 ل 13 كاسه من المي منصوح فيها. ما بدنا ننسى نختار درجه حراره المي المناسبه حتى ندير بالنا على حلقنا. دكتوره صح. شكرا جزيلا لتواجدك معنا، خبيره التغذيه دكتوره يا رضوان. شكرا شكرا كثير.